وفي تصريحات خاصة لأونلايف قال المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق أحمد عبد الهادي إن الزيادة جاءت بسبب الخسائر المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات، إذ وصلت المديونيات إلى 520 مليون جنيه. وأضاف عبد الهادي لأونلايف أن المترو يعد أرخص وأسرع وسيلة حيوية في مصر. هو طبعا زياده سعر تذكره المترو جاء بسبب ان مترو انفاق، شركه مترو انفاق بتتعرض لخسائر كبيره. شركه مترو انفاق علينا مديونيات لكل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها، علينا حوالي 520 مليون جنيه. مترو انفاق هو الاسرع، هو الارخص، هو الامن، هو الانضف، هو الاسهل وسيله انتقال في مصر. مترو انفاق هو الشريان الوحيد او الشريان او مرفق الحيوي الوحيد في جمهوريه مصر العربيه. مترو انفاق الزياده دي هتحافظ على مترو، هتساعد اولا ان احنا نجيب مصاريفنا في الشهر، وفي نفس الوقت ان احنا نسدد الديون اللي علينا. احنا علينا 260 مليون لشركه الكهرباء، علينا 40 مليون لشركه الميه، علينا 10 مليون لشركه تيسن كروب اللي هي ماسكه صيانه السلالم المتحركه والمصاعد الكهربائيه، علينا 50 مليون لشركه النظافه اللي بتنظف وشركه الامن اللي موجوده في المحطات.